مجرد خروجك من هنا نعم اخويا من الاكاديمي ايه حاسس انك انت محتاج تحب يعني محتاج ان يبقى في بنت في حياتك ولا حاسس ان انت لا عايز تكمل حياتك عادي لغايه اما ممكن يعني مثلا ايه تتصادف مع واحده وتحبها وتحبك يعني ولا انت هتدور على ده انت شايف ايه لا لا ما محتاجش انت فاهم قصدي ما كاينش صاحبي ما كاينش الجو ديال السؤال يلا دينا ادي له فرصه يجاوب عشان ما عملش ما كاينش جو كل شيء كل واحد كل اسفل لك كاين احترام اخويا كل واحد كيدير في احترام اخويا كل واحد قعدت لي تمون شاكت لي رجليه معلش وكنت فنان شي يقول يلا رجليه قول يلا لا لا مش عليك انت مش انا نضحكوا كنضحكوا عادي دير اللي بغيتي يلا يا قلبي شوف التفاحه اللي كياكل لك دايره التفاحه فيها ثقبه الزيت يا قلبي قلبي يلا شنو اخويا قولي سؤال شنو ثاني قولي انت حاسس انك عايز لا يا حبيبي مش عايز يعني انت انت دلوقتي مثلا لما تخرج من الاكاديمي حاسس ان انت هتدور وتبقى حاسس انك انت نفسك في علاقه في حياتك في حب ولا مثلا سايبها كده اللي انت ممكن تتصادف في يوم من الايام هو انا ك ك ك يعني كقرار كقرار لا مش عايز بس انت مش متعرف مخبي لك يعني ما اعرفش الله عشان مخبي لك يعني انت من جواك انت مش عايز يعني تشتغل على حالك وتشتغل على شغلك وكله ولو صادف اوكي يبقى من خير ربنا يعني انت سايب كل حاجه كده سايبها للرب بس انا مش خلاص. عايز انا لكن انت مش عايز مش عايز اوكي تمام. يا جماعه عشان خاطر الجمهور والفانز والبنات يبقوا عارفين ايهاب مش عايز محدش قرب منه اول ما يخرج اوكي يلا يلا انيس اوكي حيوان حيوان يلا انيس يا نسيم نسيم خويا من بعده لعب بالحنش من بعده لعب بالتعب الحنش بعد اخويا ولعب بعد الحنش ولا حنش ياك يا هايدي يبقى كده انا اتسائل وانت تطلعي زك في طارق فيحكم اسال حبيبي ايهاب لو اخذت لقب ستار اكاديمي ده كبير علي يا عم لو اخذت لقب مش شرط ذبحت لقب لكن اذا طلعت من ستار اكاديمي اكيد رح تفكر الناس اللي داروا فيك الخير اكيد رح تفكرهم اكيد اكيد هل رح تفكر الناس اللي داروا فيك الشر انا من النوع اللي مشان كاع الخير دي الاولى واللي داروا فيا الشر منهم مولاهم اخوي هو اللي قادر بهم ما قدرتش نحاسبهم انا بس لو كانوا هما في حاجه انك تساعدهم تساعدهم نساعد معليش ما قدروا في الشر والله تنساعد برافو يلا يلا يا دوب القطيره ادون جول ارحم الله ايهاب بعد يعني اذا ربحت اذا ربحت اللقب اذا ربحت اللقب إذا يا رب إذا مستحيل مفيش حاجة مستحيلة أول حاجة ممكن تعملها قول لي قول لي شنو قلت لك شو هي أول حاجة ممكن تعملها أول حاجة ممكن أعملها أول حاجة ممكن أعملها أدي الوالدة الحج واو لا مامته اللي هتطلع الحج مش انت حبيت انت كمان عمره طيب مش حاجه ما ينفعش ما ينفعش لا والله شو صار خباها جوا شو صار قولي اول حاجه تطلع من الاكاديمي ديركت تقدم ولد الحج عايز منديل اذا بس ده من الاكاديمي اذا ربحت اللقب ولا ما ربحت اللقب ما حلو السؤال ده فليت عن هذا السؤال ما جلدتك لا ما أسألك هيدا تصير يتعمل لك مشاكل ليك إذا قلت لك تعال لبنان لعند بتجي نجي أخوي ليش كاين شي حاجة كتمنع لا إذا يعني قلت له ما أنا وضحت له إذا ربحت اللقب ولا لا يعني فهمان علي يعني مش قادر يجي لك لما يربح اللقب مش قال لي حتتغير يعني حتتغير يعني فهمت غير يا عم ده معفن يا عم بس سؤال غير مين يا عم سؤالك ان انت حاسس بيه يا اخويا بيس ها
معنى سؤالك انك حاسس ان ممكن تغير يدا عليك عليك لا صن عليا اكيد لا انا بزعل اذا من الاشخاص اللي بزعل اذا خسرتهم انت كنت مضربني روح على حته تقدر تضحي ها مره اخرى ها اضحي اه ولا لا شي حوايج في حياتك ولا ما بقيتيش صافي اختي نقول لك واحد الحاجه من الاخر نضحي على مراتي ووليداتي واو ولا تبغي باش تزوج ايه اكثر موقف حلو حصل ليك برا الاكاديميه يا حبيبي بطل حاسس ان انا قاعده حاطيك الموقف الحلو في حياتي كامله اللي كان اعتبره مواقف نيس الايه واش تيك تدوم معايا ولا كدوش تي معانا ولا مع يعني مش فاهماك انا ها ايه اكثر موقف حلو اكثر موقف حلو هو يزيد ديال خويا ايه ماله بقى يعني لما جيت لما خلاص اوكي هو ده اللي حاجه حلوه اتفضلي في حياتي نسيم ياب حق رب اللي ناضي انا ما كنحتارموش باغا وجول نقول لك نيشا لا 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 فاس هذا ما يحتارمش اي انيس عمالك تخبر قلب شو أحلى موقف؟ لا بدلك من موقف خلينا سؤال تاني ماشي سؤال حلو مثلك ليك لوين ما قلت توصل بفنك؟ أنا بعرف شي مرة نقول إيهاب أمير مثل سعد مجرد أنت عمرك 20 سنة أنت عمرك 20 سنة ما فينا نحط حدا بهذا أنت عمرك 20 سنة ما حدا شيء ولقت فنان يعني عندك هالأشياء وين ما قلت تشوف حالك مثلا أوكي رأيتك غير سؤال ما قلت شوف حالك بعد 5 سنين مثلا من هلا شو معقول مثلا تعمل بعد 5 سنين شو معقول يكون صار عندك شو معقول يكون عملت لحدا او عملت لحالك او وين وصلت كنت قصدي يمكن في 5 سنين لقدام داك الشيء اللي باغي على حسب ما باغي انا اذا ربنا كرمني يعني ربنا كرمني وصل للعالميه قول اخذت اللقب بعد 5 سنين خلي من اللقب عالميه بعد 5 سنين حلم مش كتير على لا مفيش حاجه مفيش حاجه مفيش حاجه مش معي هذا غير مثل مايكل جاكسون مش حاجه لا مش عارف مش 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 على تتريقش مش مش فهمت شو قصدك هو بيقول لك مثل احمد شوقي نحن عنا وصل للعالميه رضوان مصر اوكي اوكي توصل رساله مش حاجه مستحيل مش حاجه مستحيل وداها احنا دابا فهاد الحالة دابا واصلين للوطن العربي. هو بعد 5 سنين ممكن نوصل للعالمية عندكم. أحمد شوقي. حبيبي. حبيبي. لا هو مغني. لا مغني أحمد شوقي. حبيبي. أسألك أنا I love you. I need you. حبيبي. ها؟ قبل كده هربت المدرسة؟ إيه الطفلة دي؟ قولي. أه أنا؟ هربت كم مرة المدرسة؟ أنا حكي له موقع، أنا كتبت رسالة لبنت في صغري. فوديتها للمدير يا اختي فالمدير قال لا انا ما فضيتش حاجه فيه لا هربت يعني نطيت فوق السور وهربت ده كثير ما شاء الله كثير انا كنت مشاغب شكلك انا كنت روا حتى الاعدادي دخلت مدرسه معروفه بال يعني لو ما كنت السبع ما تدخلش ليها فهمتيني يعني ايه يعني واحد دوز بيقولوا لك راسك يعني كانوا لي ولكن بعد شفت تعلمت فهمتي تعلمت فهمتيني بعد العركه محتاجه كيف يعني تسكت تعال يعني بعد مش بعد هاي ما كدعك شدعك واش تخاصم فهمتي كنت واحد ماشي ماشي ديال